أغلقت السلطات السعودية منفذ الوديعة البري مع اليمن مؤقتا كإجراء احترازي لفيروس كورونا، وتزامن هذا الإغلاق مع ارتفاع عدد حالات الإصابة في السعودية بفيروس كورونا إلى 15 حالة حتى اليوم الاثنين، بينهم عرب وأجانب. هذا وتواصل السلطات اليمنية الشرعية إصدار بيانات تؤكد فيها عدم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس حتى الآن، بينما تقوم بتطبيق تدابير احترازية لمنع انتقال الوباء عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية لليمن. لتسليط الضوء أكثر على هذا الخبر ينضم معنا عبر الهاتف مدير جمرك الوديعة سيد صالح بناصر. مرحبا فيك سيد صالح. إذن هذه الأنباء التي تتحدث عن إغلاق منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية، هل تم إبلاغكم بشيء سواء من السلطات السعودية أو اليمنية بشأن هذا الإغلاق؟ في البداية حياكم الله على هذا الاتصال من قناة يمن شباب. نفيدكم أن المملكة العربية السعودية في فترة من الفترات قامت بالإغلاق المؤقت لبعض المسافرين الداخلين إليها، والآن الساعة حوالي 12 ليلاً، بالأمس حوالي الساعة 12 ليلا تم إعادة جميع الركاب الداخلين إلى المملكة العربية السعودية، كما تعلمون احترازا من هذا الوباء المنتشر. يعني هل المنفذ الآن مغلق تماما أمام حركة الأفراد والمركبات التجارية حتى؟ المنفذ يعتبر بالنسبة للدخول، الدخول أي المغادرة إلى المملكة السعودية مغلق بتاتا لجميع المواطنين اليمنيين ما عدا الناقلات الفارغة، القواطر المحملة صادر، وكذلك الباصات الفارغة. أما جميع الركاب اليمنيين وغير اليمنيين فإن المنفذ مغلق بالنسبة للدخول إلى السعودية. طيب سيد صالح، يعني اليمن حتى الآن لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا على عكس السعودية، فلماذا برأيك قد تغلق السعودية المنفذ يعني ضمن التدابير الاحترازية إن كانت اليمن ليست فيها أي حالة إصابة برأيك؟ نعم، كما تعلمون أن هذه أمور خاصة بالمملكة العربية السعودية واحترازا من انتشار هذا الفيروس، ونحن هنا عندنا في المنفذ المحجر الصحي لديهم فحص لبعض الباصات الواردة من المملكة السعودية، ولا توجد أي حالة سجلت عندنا هنا. لكن قبل أسبوع قد تم إغلاق الدخول كليا للمواطنين اليمنيين للسعودية، ثم تم فتح تدريجيا ما يخص أصحاب التأشيرة وبقي أصحاب العمرة فقط، والآن تم إغلاق كلي لجميع المواطنين. وأنتم تعلمون هذا الفيروس انتشاره واسع في الوطن العربي وفي جميع الدول الأجنبية، ولهذا احترازا يعني أكثر من 90 دولة حتى الآن سجلت حالة إصابة بهذا الوباء. هل هناك انعكاسات لهذا الإغلاق سيد صالح؟ وإن كانت لديك معلومات إن كان بالإمكان فتح المعبر خلال الفترات المقبلة، هل أعلنوا عن فترة محددة لهذا الإغلاق؟ والله الرسالة التي وصلت إلينا أنه مؤقتا، الإغلاق مؤقتا، ولكن نحن كما علمنا أن الإغلاق مؤقتا كالمرة الأولى، أغلقوا مؤقتا ثم فتحوا تدريجيا، والآن بالنسبة للمغادرة مغلق، لكن بالنسبة للدخول إلى اليمن الوصول مستمر عندنا، لا إشكالية في ذلك، ونأمل إن شاء الله تعالى بأسرع وقت ممكن أن تقوم الجهات في المنفذ السعودي والجهات العليا بالمملكة العربية السعودية بالإسراع فتح هذا المنفذ. كما تعلمون أنه هو الشريان الوحيد لليمنيين إلى المملكة العربية السعودية برا. طيب ماذا عن الانعكاسات؟ ماذا عن الانعكاسات لهذا الإغلاق؟ وهل هناك حالة من الإرباك حاليا في هذا المنفذ؟ والله في من الساعة 12 ليلا إلى الظهيرة اليوم في كان حالة إرباك كثيرة عندنا في المنفذ، وتم إعادة جميع الأسر التي وصلت إلينا، وكذلك نحن نذكر الإخوة المواطنين اليمنيين ألا يأتوا إلى المنفذ إلا بعد
سماع خبر بالسماع لخروجهم نعم. إلى المنفذ السعودي والموافقة على ذلك. إذا أنتم تطلبون من السكاء من القادمين أن لا يأتوا إلى المنفذ قبل سماع الإعلان عن إعادة فتحه. شكرا جزيلا لك ضيفنا العزيز، وأعذرني على المقاطعة بسبب ضيق الوقت، مدير الجمرك الوديعة سيد صالح بن ناصر.